في الاجتماع يا عبد الله؟ اكيد اكيد. في الحقيقه تشرفنا، ليس استمتعنا، تشرفنا بالالتقاء مع معالي المستشار، وهذا ليس مستغرب. المسؤولين انهم يلتقون ببعثاتهم سواء رياضيه او غير رياضيه، ومتابعتهم وما يحتاجون لهم اثناء تواجدهم في دول خارجيه في مناسبات عديده سواء رياضيه كما ذكرت او غير رياضيه. وتشرفت في الحقيقه اني القي او اتحدث نيابه عن زملائي القدامى اللاعبين، مقدمين شكرنا الجزيل له على استضافتنا في هذا المونديال. لاول مره ترى يستضاف عدد كبير من قدامى اللاعبين اللي خدموا الكره السعوديه. وايضا اثناء حديثي طرحت يعني بعض الافكار واللي اتمنى في الحقيقه أن استفاد منها، خاصة أني سبق وعملت في التعليم، مشرف متخصص في الرياضة وأيضا مشرف على منتخبات التعليم، أن يكون إثناء مشروعه القادم أو الاستراتيجية التي سيضعها مستقبلا أن يكون هناك تنسيق مع التعليم بتنظيم بطولات على مستوى المدارس الابتدائي المتوسط الثانوي من أجل اكتشاف مواهب، وبعد ذلك إنشاء مراكز للموهوبين. من خلال هذه المراكز تكتشف لاعبين لم ينتمون في سجلات الأندية في الوقت الحاضر. أيضا تحدثت إلى شيء مهم، إلى دوري الأحياء والحواري. أيضا هذه معظم اللاعبين في فترة سابقة وفي الزمن الجميل في الثمانينات والتسعينات برزوا، تم التحاقهم للأندية من هذه الحواري ومن هذه الأحياء، ومباشرة التحقوا إلى المنتخبات. ارتاح في الحقيقة لهذه الفكرة مع المستشار، وأنا متأكد بإذن الله بعد عودته سيكون هناك اجتماعات وتنسيق مع المسؤولين في التعليم. وأيضا من يهمه الأمر من أجل تطوير الكرة السعودية، من أجل أن تتواجد في المحافل الدولية في أحسن حالاتها. نعم أستاذ مريح.